لا لي ولا لغيري. هذا ما يبدو أن الحوثيين كانوا يرددونه وهم يخرجون من عدن، فالمحافظة سجلت وصمة عار كأسوأ هزيمة للحوثيين منذ بدء الأزمة في اليمن. من بقي من الحوثيين الفارين يحاول أن يدمر ما بقي من المحافظة الجنوبية. صواريخ عشوائية واشتباكات متقطعة بين الحين والآخر لن تغير شيئا من المعادلة العسكرية لعدن، فالمعركة حسمت، لكنها تعرقل أهاليها لإعادة بناء الحياة التي سلبت منهم قبل نحو 4 أشهر. بعد أن اخترق السهم الذهبي صفوف الحوثيين في عدن، قال هادي إنها فاتحة انتصارات متتالية لاستعادة اليمن، لكن ثمن أول انتصار كان غاليا بعض الشيء. الأمم المتحدة وصفت الأوضاع في عدن بالكارثة، سواء على الصعيد الإنساني أو البنية التحتية المدمرة بعناية من قبل الحوثيين. حكومة خالد بحاح جعلت هدفها الأساس توفير المساعدات الإنسانية للعدنيين بعد أن كان الحوثيون يصادرونها ويمنعون وصولها إلى من هم في حاجة إليها. لكن حتى بعد خروجهم جعل الحوثيون من هذه المهمة تحدياً للحكومة، فأصبحت الأولوية إصلاح البنية التحتية وإعادة تأهيل المطار والميناء لاستقبال الإغاثات. انتظارات العدنيين باتت كركام منازلهم بعد أن كانوا يشتكون في التسعينات، وبالضبط عند إعلان الوحدة اليمنية من تهميش محافظتهم، أصبحوا يتمنون أن تذهب عنهم لعنة صالح التي جعلتهم قوته المساندة للحوثيين يبحثون عن أبسط مقومات الحياة مثل الماء. يقول الحوثيون إنهم مستعدون للانتقال إلى مرحلة الخيارات الاستراتيجية حسب تعبير الناطق باسم جماعة أنصار الله. البعض يرى أن هذه الخيارات ستكون فرض مزيد من السيطرة على المناطق الخاضعة لهم كي تكون الورقة التي يراهنون عليها في أي مفاوضات سياسية، على أن يكون الخيار السياسي المطروح انفصال اليمن إلى شمال حوثي وجنوب بقيادة هادي. حلم كان يراود أحد المكونات اليمنية، الحراك الجنوبي. لم تنجح السياسة في تحويله إلى حقيقة، لكن الحرب قد تفرضه ككابوس.